اهلا بحضراتكم وبرنامج الاسبوع الثقافي. الحقيقه ايام عصيبه حقا بتمر بمصر وبتمر ايضا بالوطن العربي، فبعد التهدئه في غزه الذي لعبت مصر فيه دورا من الحكمه، والى التهدئه ايضا المصريين احداث متلاحقه في مصر من حادث 52 طفل الى احداث مظاهرات في شارع محمد محمود وسقوط اول شهيد بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي وبعد الثورة، وأيضا متلاحقة منها جزيرة القرصاية وما حدث منها في كل مكان، وكأن الحرائق تشتعل في كل مكان. هذا بالضرورة بيستدعي أن نناقش الملف الأمني، كيف نعيد الأمن وكيف نحافظ على سلمية المظاهرات والإعتداءات، كيف نحافظ على الأمرين وكيف نعيد حقوق الشهداء والدين حتى تهدأ النفوس وتهدأ الأمور. الكثير من القضايا نناقشها من خلال هذه الحلقة من برنامج الأسبوع الثقافي، ولكن بعد فاصل. بس وش في حاجة أكثر؟ شخصا أغلبهم في حاجة في تصادم قطار وأوتوبيس مدرسة في مدينة منصلوط بمحافظة أسيوط، كارثة حقيقية تسببت في صدمة للجميع، خاصة الذي ظن أن مسلسل حوادث القطارات في مصر قد انتهى، فما تزال تدفع من دماء أبنائها ثمنا للإهمال فوق قضبان السكك الحديدية. حادثة ما ينفعش إن احنا نقلل من قيمة الكارثة والمصيبة في موت 53 طفل بجرح 18 أو أعلى منها 20 منها موت. الوزة في أيامنا لما انضربت بعربية تبلغ الإنقاذ النهري وتبلغ رشقي بالحمد لإنقاذ وزة. وزير النقل الدكتور رشاد هو اللي قدم استقالته، مش كفاية. انا بقول يا دكتور مرسي انا بحبك ومؤيديك، ده انا عارف ان البلد انت استلمتها خربانه متمصمصه من فوق 30 سنه ومش معاكم العصايه السحريه هيكون كل فاهمين معاكم، بس 52 طفله بيلموا الصوابع بتاعتهم على المسجان بتاع السكه الحديد، ده حاجه وقعت قلوبنا المصريين جميعا. المنظومه دي كلها عايزه تتغير من اولها، مش منظومه ان انا اغير وزير اغير رئيس سكه حديد، ده العامل اللي هو بيشتغل على السكه الحديد ده انا عندنا انا اهم من الوزير في حاجات معينه، الوزير قاعد في مكتبه ده بيشتغل بايده. مش كافي اللي انت وزير وهيئه سكه حديد تمنعهم من السفر وكلام من ده، الكلام ده هو النظام السري كان بيعمل كده، المحافظ يتشال المحافظ عشان يسكتوا، السكه الحديد السكه الحديد، لكن انت ما بتبصش للمنظومه، المنظومه كلها عاوزه تتغير. اعمل اختبارات كشف مخدرات فجأة على عمال المزلقة على سائقي السكك الحديد بيتمسك كل يوم ويصبح كل يوم وناس. التطوير، حتة التطوير، احنا حضرتك احنا ما بنتعاملش غير بالقديم، احنا ما بنتعاملش غير بالقديم، احنا انا نفسي نتعامل كالحيوانات بتاعت بره. مش انا دي إقالة وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية على خلفية هذا الحادث واستهجان الكثيرين ممن أكدوا أن هذا الإجراء لا يكفي وحده لإصلاح الحال وطمأنة المصريين على أرواحهم، وأن هذا الحادث لابد أن يدفع لفتح الإمام من جديد والقضاء على كل رموزه في كافة مؤسسات الدولة. في قطاعات قديم في قلب الإدارات، الرؤساء القطاعات بتوع السكة الحديد قاعد ليه وقت السكة الحديد ويبر على المزؤنات، هو رئيس قطاع كده قاعد وكيل وزارة بس من رئيس الوزراء أعرف هو عمل إيه لجمهورية مصر العربية. لازم نروح للصين لليابان الدول اللي تقدمت في هذه القصة بتاعت السكة الحديد ونيجي نقول لهم أكثر من 3000 4000 كيلو متر سكك حديد في مصر محتاجين نطورها.
انت اعمل شغلك كله وخد نسبه وانا اخد نسبه. كل اللي يشتغل المصريين الشباب المصري هتحل مشكله البطاله، هتطور السكك الحديد بتاعتك، هو هيعمل لك كل حاجه، هتطلع كوادر جديده. هنفضل نقول اللي حصل فيه المزاد وزير مش هيحل المشكله اكبر من كده. اذا غيرنا المنظومه نفسها ودينا وعي اكسبيرينس للصف بتاع السكه الحديد، اديله خلفيه، ما جيبش واحد امه وقعده، وبعدين الاجهزه الالكترونيه شغاله، وبعدين يشغلوا القوات المسلحه بدل ما يعملوا كباري. القوات المسلحه تعمل كباري عشان الناس تعدي عليها. سامية قاصد، أنيل الفقرية، القاهرة. اهلا بحضراتكم، رجعنا لكم. الحقيقه العدو الخارجي هو الكيان الصهيوني واعتدائاته الغاشمه في غزه، واللي مصر لعبت فيها دور في التهدئه اخيرا بعد سقوط ضحايا كثيره. لكن هناك ايضا عدو داخلي هو الاهمال والتسيب وعدم الاحساس بالمسؤوليه، يمكن هو المتسبب حياه هؤلاء الابرياء. هذا العدو لسه ما قدرناش نقضي عليه. الحقيقه يعني قضايا كثيره جدا هتبقى موضع نقاش، بس اسمحوا لي في البدايه ارحب بضيفي سياده اللواء الدكتور عبد اللطيف البديني مساعد الداخليه سابقا. برحب بحضرتك. اهلا اهلا وسهلا. برحب بالاستاذ حامد جبع المحامي بالنقد والدستوريه. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني كيف نقرا حال قطار اسيوط استاذ حامد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ده حادث متكرر، ظاهره متكرره. كلنا من النظام الجديد بعد الثوره ان يعطي الكثير من الاهتمام بالمرافق العامه المرتبطه بحياه المواطنين بشكل اساسي. انه من فتره وجيزه حدث نفس الحادث في الفيوم وشبيه لي في المنصوره على ما اعتقد، وبالتالي عشان تشعر المواطن الذي يستعمل هذا سواء فيما يتعلق بالقطارات او الميكروباصات انه فعلا بعد الثوره اصبحت تهتم بالانسان باعتبار احد واهم رئيس الجمعيه الاجتماعيه والاقتصاديه في البلد. كان عندنا 16 حادثه قطار في العشر سنوات الاخيره يا فندم، والسؤال هل اقاله وزير النقل ورئيس هيئه السكك الحديديه يعني حل جيد للمساله؟ يعني ده جزء من حل الرئيس نفسه ورئيس الوزراء وانقطاعات المرافق العامه المعنيه بهذا الامر المسؤوليه السياسيه. المسؤوليه الجنائيه اللي تحملها العالم الفقير اللي كان واقف على المزلقان او سواء القطر القطار، لكن في النهايه المسؤوليه السياسيه، وده لما كان عضو في البرلمان. ونفس الحادث اللي تم بسبب رئيس المخلوع المسؤوليه ورئيس الوزراء المسؤوليه، يعني المثير للشفقه او الضحك او السخريه يسميها كما شاء، انه ناس بتقول لا رئيس مش مسؤول. رئيس مش مسؤول ايا، لانه مسؤول سياسيا. يعني انا بقالي صحيح 6 شهور او 7 شهور او 8 شهور متعيد مسؤوليه، لكن عشان احس انا كمواطن مصري بانه الدوله المصريه كما قال رئيس منتخب انتخاب حر مباشر من الشعب، انه بدا يترجم اهداف واحتياجات وامال الشعب المصري في خطوات ملموسه، منع تخصيص جزء من الميزانيه لاصلاح المرافق التي خربت في فترات طويله جدا، منع اصلاح منظومه المستشفيات العامه، منها المواطن المصري بانه الامن نفسه بدا ياخد طبيعته مره اخرى. هو التاكيد على انه مش القوه هي اللي تحل المشكله، لكن شعور المواطن العادي بانه رجل الشرطه بيتعامل معاه كاخ وكمواطن مصري باحترام شديد جدا ويطبق القانون عليه، هو اللي هيشعر المواطن انه الامن بدا يعود مره اخرى. اهتمام الدوله بالمرافق العامه سوف تكون الحل. ناخذ من حديث حضرتك ما ذكرته عن الامن، واوجه سؤالي لسياده اللواء الدكتور عبد اللطيف البديني. الوضع امن يعني غير مريح، يعني عندنا
احداث في شارع محمد محمود دانيا، ووزير الداخليه بيقول بعض المتظاهرين ارادوا الدم ويحمل المتظاهرين المسؤوليه، وسياسيون بيروا انه الشهيد جابر صلاح بيوعدنا الى عصر مبارك، ومتظاهرون بالحريه والعداله مقر حزب الحريه والعداله بالسويس، وحاصرون مقر الاخوان بالاسماعيليه. يعني في حاله من الهياج الشديد جدا. الامن كان في البيان الرئاسي يعني ذكر انه تحسن بنسبه يعني زياده عن اي ملف اخر. كيف ترى الوضع الامني وكيف تقرا احداث محمد محمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعني اسمح لي الاول اني بس ليا تعقيب على كلام الاستاذ الفاضل حامد الدبير. الموضوع انا برضو من الظلم بمكان محمل حكومه او رئيس مرسي المسابقه اللي جايبه له 4 أشهر، يعني ما لحقش. لكن من المفروض كوزير النقل الحكومه يكون التوجه بتاعها او ادائها ان انا بعمل اكشن بلان او خطه بقول مخاطر ايه وبحط صلبه الحل بتاعها تمام، وبحط الجدل الزمنيه اللي انا بحل فيها المشكله دي. اول حاجه كان المفروض تتعمل. يعني انا مش هحمل الحكومه اعباء ماليه واحنا على يعني شهر افلاس، مش عايز، وطبعا كلنا عارفين الكلام ده كله، لكن انا عايز انها اللي انا بعد شهر هعمل كذا. بعد يعني يبقى في خطه زمنيه محدده، لا حاجه يعني خطوات محدده وخطط زمنيه يعني واضحه. لكن عمليه القطارات، هو من المؤسف طبعا ان تكون مصر هي ثاني دوله في العالم بتدخل نظام السفن الحديد، وهي حتى هذه اللحظه في نصف البدايات زي ما بدات في اوائل القرن او اوائل ال 18 بالظبط 19. دي عمليه يعني بصراحه تمام. لكن المفروض انا مش بقول له اعمل لي دلوقتي، انا بقول له قول لي شوف ايه الاخطاء. اذا دخلنا على الملف الامني بالظبط، اسمح لي اقول حاجه. الثوره المصريه هم قاموا ليه؟ او قامت الثوره المصريه للقضاء على الفساد. تمام سيادتك. القضاء على الفساد هو السبب الرئيسي في قيام الثوره المصريه. اذا كان الشعب شايف برضه خطوات نحو الى القضاء على هذا الفساد، المطالب بتاع محمد محمود الاولانيه والثانيه واحده ما اتغيرتش. المطالب بتاعتها اظن هيكلت وزاره الداخليه، مش عارف القضاء على الفساد، عاده دم، ده اللي موجود، ده المطالب اللي هي في اول الثوره. الحوادث المؤسفه اللي احنا اتكلمنا فيها مع حضرتك دي حوادث معمده مدبره من ما يسموا بالثوره المضاده وبيسموا بالفلول، وطبعا في فلوس كتير. لا ده بيصرفوا مليارات. طب يا فندم مش دور وزاره الداخليه ان هو ده الامانه؟ انا مع الاسف مفيش شفافيه، مفيش صراحه. مع الاسف بشكل او باخر التعامل بتاع وزاره الداخليه، وانا مش عايز انقدها، انا مش عايز اتكلم، لكن التعامل يدعونا الى ان نقول ما اشبه اليوم بالبارحه. واحد اللي بيحصل كده، انا كنت في احد البرامج وقلت يا جماعه كذا كذا، وكان المفروض انت يا وزاره الداخليه مدياني بيان بتقولي فيه المعلومات اللي حصل حوادث تخريب، المعلومات دي انت ما فحصتهاش ليه؟ وهيقولوا بهذه الحوادث. الاخ بتاع الاعلام اللي هو عبد اللطيف طلع بيقول لا احنا ما جناش ومش كنا بس قلت من بس ايه؟ ده وزير الداخليه ده الكلام ده؟ يعني انا 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 يعني لازم يفهموا ان في حاجه جديده في مصر. الناس بقت يعني ايه؟ صحيت، فات، مش هيقبل اللي كان بيحصل زمان انه يحصل دلوقتي. يعني انت حاجه بتتهم وزاره الداخليه ان تعيد ما كان قبل الثوره كنظام ليستمر كما هو طريقه التعامل مع البنك. وزاره الداخليه مع الاسف بتحرج مؤسسه الرئاسه. بتحرج مؤسسه الرئاسه. طبعا بتحرجها بالاعمال غير المسؤول عنها. انا مالي وتظلم. ما تظاهروا، ما يقولوا اللي عندهم. انا ايه اللي بيدخلني دلوقتي ان المتظاهرين هم اللي راحوا لهم؟ انا ما شفتش كده. انا كل الصور اللي انا شفتها راكبين الجامعه الامريكيه بيضربوا بالطوب. طوب ايه اللي ايه المستوى المتدني من مواجهه الاحداث؟ انت اللي مطلوب منك امن منشاتك،
اعمل اللي يجيلك يمسكه. واحد هي يعني هينزل يعني ما اعتقدش هتبقى اطلاق الرصاص يا فندم الخرطوز حامد. كيف ترى عمليه سقوط شهداء بعد الثوره؟ هل السين ولا ده رصاص وزاره الداخليه؟ شوف حضرتك الكلام اللي قاله الشيخ الاخر بياكد ما قلته عن مسؤوليه الرئيس السياسيه في حادث القطار اسيوط. ليه؟ لان هو قال دلوقتي انه الداخليه بتحاول تجرح تحرج المؤسسه الرئاسيه اللي مؤسسه الرئاسيه. طيب مين بقى وزير الداخليه؟ طب ما وزيره الرئاسه هي التي اختارت وزير. لا ما اعتقدش. اسمح لي. الوزاره الرئيس هو الذي يسال عنها بعتبيه. طب انا مش حسب رئيس الوزراء انا قلت مسؤوليه سياسيه. استشهدت موقف الدكتور الرئيس محمد مرسي ايام العشاء المحمل رئيس المقلوع المسؤوليه ورئيس الوزاره واجهزه الدوله حينما حدث نفس الحادث المشابه لحادث القطار. وبالتالي فالكلام اللي قاله الاستاذ بيؤكد ان المسؤوليه السياسيه تقع على السلطه التنفيذيه وفي مقدمتها رئيس الجمهوريه. وهنا مش ملهاش علاقه بانه الفتره قصيره اللي تولى فيها او لكن ليها علاقه مباشره بمسؤوليه السلطه التنفيذيه او جهاز الدوله عن توفير كل الخدمات المنطقية. بشكل اخر على حضراتكم وهو لماذا لم تعد كلمة وزارة الداخلية سيادة اللواء عبد اللطيف؟ والله انا بنادي من اول ما قنعت لغايه النهارده ان وزاره الداخليه اصل اقول لك حاجه لان انا بقضي على الفجين والمفسدين ده مطلب شعبي. او انا بقول لأ انت كل وزاره الداخليه فشل في قرار موضوعيه هيتحاسب. هو خايف ليه؟ ده مش بس الابعاد ده المفروض ده خلي بالك المفروض المحاسبه ومش المحاسبه على اللي حصل النهارده ده اللي حصل على ضد الثوار خلال الحوادث المؤسفه اللي بدات بامتداد الازبكيه والحوادث على ما اقترفوه ضد مصر قبل الثوره. الفكره اللي انا عايز اقولها واوضحها انا بختلف مع حامد ليه في موضوع المسؤوليه السياسيه الرئيس محمد مرسي. محمد مرسي هو اول رئيس منتخب يجي مصر وبعد كده المده الاربع دوش اللي هو عادها غير كافيه حقيقي من ظل احنا مش عارفين. لا انا غلط في المجال هو غلط في المجال رئيس مرسي لما طلع في انا ما بدافعش على رئيس الجمهوريه واقوى مني واقدر منه الدفاع عن نفسه لكن انا بقول حق يعني عشان لما حصل حادث القطار في 2005 او 2006 كان بقى له 25 سنه كانت مسؤوليته فعلا مباشره لكن راجل ورث هذا الارث المثقل بالفساد والكلام ده كله ده انا مش اهم شيء في الموضوع ده ان احنا مش عايزين خطه ونهضه احنا عايزين علشان نتم اي خطه حاليا او اي مشروع باريس يلا كان يجب بداية ان تعلن حملة ضد الفساد. هذه الحملة بمثابة تهيئة الاراضي والارض والمناخ المناسب عمل يهدف الى رفاهية مصر. لكن طالما بفساد في معظم مرافق مصر وطالما يتولى رجال مبارك معظم المرافق فانا ما اعتقدش ان في بارقه امل بمصر. يجب علينا ان نعلن بصراحه وشفافيه وانا برساله للرئيس مرسي من هذا المنبر ان يصارح الشعب بشكل بخاطر ان يصارح الشعب بخطته لمحاربه الفساد. الفساد لازم يقضى عليه والا فان احنا ما قمناش بس علشان قمنا بثوره وانا كان ليا دور كبير فيها ويمكن كانت حاجه في الموضوع ده لكن في نفس الوقت انا بقول للرئيس يا ريس اول حاجه نعملها المشروع الذي يجب ان نتبناه هي مكافحه الفساد ومحاربته احكام المفسدين. نعم مش مجرد استبعادهم. نعم محاكمة المفسدين. هنعود لنقطة فت المفسدين ولكن يعني عايز استعرض خبر هام من ضيفي الأستاذ حامد جبر الطرف أساسي فيه هو صباح المستبين من الكويت ده نشر في جريدة تحرير اليوم القضية وطنية لا حزبية عن المستبعدين من دولة الكويت.
كان في 15 مصري تقريبا 19 وعلى الدولة الحفاظ على كرامة المصريين والشباب المدني تم ترحيلنا والكلبشات في أيدينا والتعامل معنا بقسوة حقوقنا وكرامتنا. لو معنا الخبر ده ممكن ننزله على الشاشة. كان الأستاذ حامد جبر باعتباره يعني المحامي عن هؤلاء كان في قصر الاتحادية منذ قليل وكنت في لقاء مع من في قصر دوفا. هي رحت لصفة محامي، أنا رحت لصفتي عضو المكتب السياسي لحزب كرامة وعضو في مجلس أمناء التيار الشعبي، وكان اللقاء النهاردة مع نائب مع مستشار نائب رئيس الهيئة في قصر الاتحادية امتد الحقيقة من الساعة 10. أستاذ محمود مكي سافر لكن المستشار بتاعه كان موجود في اللقاء وكان معانا وزير الخارجية وكان معانا أحد المستشارين أيضا رئاسة الجمهورية، وتم تبادل الآراء في كيفية الوصول إلى حل لهذه المشكلة. المشكلة يا فندم سريعا شاب كما تجمعوا يوم أحد العطلات الرسمية الأسبوع اللي فات في جو قاعدين بيشوا في حديقة عامة فوجئوا بأن الشرطة داخلة بتقول لهم الشرطة تجمع في بعض منهم انصرف وبعض الآخر استمر في قضاء اليوم فوجئوا بأنه البوليس جاي ياخدهم مباشرة على سجن الترحيل. الجهود جامة حتى انه تم اتصال بولي العهد الكويتي لكن تقريبا كان في قرار نهائي بابعاد هؤلاء وفي ناس منهم تم احتجازهم او اعتقالهم من منازلهم لكن مش موجودين في قلب التجمع العام اللي موجود. لم توجه لهم اي تهم ولم يتم استجوابهم او مساءلتهم قانونيه وايضا لم تنسب اليهم سوى انهم تجمعوا بشكل داعي في قلب منتزه عام. قيل ما قيل في هذا الشان لكن في النهايه حينما تم الاجتماع بهم مع الاخ حمدون صباحي ركز على الوطنيه ما تخص كل المجتمع المصري ولا تخص حزب سياسي بعين. وعلى هذا انا كلفت من قبل هم رجعوا مصر طيب احنا هنناقش بس ايه اللي تم في حالتهم ولكن بعد ما اخد اتصال هاتفي من الفنان التشكيلي الكبير والمعروف الاستاذ محمد عبله. ايوه استاذ محمد ازي حضرتك؟ اهلا بك يا فندم. استاذ محمد عندي خبر بيقول اهالي القرصايا وحضرتك من سكان جزيره القرصايا في الجيزه يتلقون العزاء في ضحيه اعتداءش ويطالبون بالقصاص. مندوب من الرئاسه ذهب بالفعل للاستماع الى الجزيره وهيومان رايتس ووتش على النيابه ان تحقق في استخدام الشرطه العسكريه المفرط للقوه. ايوه انا عايز تعليق من حضرتك وايه الوضع الشاغل الارض دي قيل ان هي محميه طبيعيه وخاصه بالجيش وحاجات عايزين نفهم يعني ما ينفعش ان هي تبقى محميه طبيعيه وتبقى خاصه بالجيش يعني كل ما ينفعوش طبعا يعني هي الجزيره ديت بما فيها كتير جدا ان هي من البيع والشراء فيها ومن محميه طبيعيه وفي نفس الوقت الجيش بيطلع يقول لنا ان هو مسجل اربع شجرين في الشهر العقاري اول مره نسمع ان الجيش بيروح في الشهر العقاري اساسا يعني فهو معاه رقم مشهر والجيش هو رقم يعني رقم ايه يا فندم؟ رقم هو علاقه بايه؟ لا دي حاجه تانيه في نادي المال ملوش علاقه ثانيا احنا بقى لنا 20 سنه بنروح الشهر العقاري محدش مع كلامنا. ده اشمعنى الجيش يروح في شهر يخلص يعني؟ يعني هو بعد 10 سجلها تقريبا مش كده؟ قبلها بخمس شهور كان في حكم من المحكمه من القضاء الاداري بيقول بحقيتنا في الوجود على الجزيره وتقليل عمرها، فازاي قبلها بخمس شهور يبقى هنا حكم وفي نفس الوقت الجيش يروح يسجل في الشهر العقاري. الوضع ده مش مظبوط. طيب ايه الوضع دلوقتي يا فندم في الوضع دلوقتي ان احنا كنا عاملين الجزيره طريق طريق البحر الاعظم وعاملين احتجاج كبير وبعدين جايين من الاحزاب وكده على اساس ان احنا نفتح الطريق مقابل ان هم اللحظه دي؟ لا لا هو يوم الجمعه فاحنا فضينا العريض مخصوص على وعد ان احنا كام يوم او كام يوم هتتحل مشكله ال 18 واحد المعتقلين اللي خدوا 15 يوم استمرار وتعقيب في مقتل الشاب محمد عبده وتعويض اهله
باعتبار من شهداء الثوره وتنفيذ حكم المحكمه المجد بن فاضل بن صالحنا اللي احنا بقالنا دلوقتي من سنه 2010 من شهر 2 2010 معانا الحكم كل ما نروح لاي جهه حكوميه يقول لك الله لكم الحكم ينفذه احنا ما بننفذش احكام واخد بال حضرتك كده دلوقتي بتجيش ظهرين كده يقدر يسجل في الشهر العقاري طبعا ده كلام مش مظبوط اول حاجه دي منطقه مدنيه ممنوع تواجد العسكريين عليها ومش 2007 ما كانش فيه اي وجود للقوات على الـ على الـ على القرصايه الخبر بتاع مندوب رئاسة اللي ذهب للاجتماع لمشكلات اهالي لا ده مش حقيقي احنا بعتنا للرئاسة ملف كامل عن طريق حكم المحكمة وفعلا احنا مش محتاجين حد يسمع بقى تاني لان هي القضية معروفة قضية حكم المحكمة نهائي قاطع بعد المحكمة بأحقيته الأرضي بالظبط وتقليل عوضه اوضاعهم تقليل وكمان الزام الحكومه بدفع مصاريف المحاماه يعني احنا خدنا مقوى نهائي ورغم كده مش عارفين ننفذه يعني مش محتاجين نسمع يبدو من احنا بعتنا لمستشار الرئيس كل المعلومات والمعلومات واضحه لابد ان الجيش يخرج من الجيش قوات عسكريه على ارض الجزيره طيب احنا بنشكر الفنان محمد عبله على التوضيحات بجزيرة القرصية باعتباره واحد من سكان هذه الجزيرة بعدين الشق الأمني في هذا الموضوع سيادة اللواء عبد اللطيف الديني يعني كان في طريق في شارع البحر الأعظم في أوضاع أمنية بقت متوترة في كل مكان يعني هل الحل يعني ايه الحل ما يطبق لو مرافق الدوله يجب بدء اعاده هيكله وزاره الداخليه ووجود قيادات في قيادات كثيره تم احالتها المعاش ونقلها من على اللي انا اعرفه يعني ما فيش ما حصلش لا خالص طب وايه ايه اللي يفرق عن احداث محمد محمود ثلاثه اللي هي الحاليه عن محمد محمود اثنين لا شيء انا بشوف شفتني في الزوم حتى نفس الوضع هي هي انا بس اللي عايز اقوله احنا ليه نحط الحل الامني في كل حاجه لان الملف الامني يا فندم من غيره ما نقدرش نتقدم خط ده في ملف سياسي في عذاب في كرامه في حريه وعداله في حاجات كثيره جدا وطنيه وفي غايه الروعه هي اللي بتتولى هذا الموضوع انا اعتقد ان الدور السياسي يجب ان يفعل في المرحله القادمه بالنسبه لحادث محمد محمود برضه نفس منصور الاسري في هذا الوقت واتصلت بيه تليفوني وقلت له يعني ايه استخدام القوه المفرطه ده؟ ليه اثاره الشعب؟ ايه؟ هل الهدف هو بيقول انه بيحصل عليهم اعتداءات بفين البنات بالطوب وكان في يعني في شارع محمد محمود ده بيان ابوهي والشارع محمد ولا احمد وهبي صحيح ايه اللي هيدخله الشارع محمد هو بيعمل ليه متظاهرين في شارع محمد يا بيه اوكي يامن وزارته ده في حاجز اسمنتي ضخم جدا هو في خلطه عند الفندم ان شارع محمد محمود هو شارع وزاره الداخليه ولكن هو الحقيقه شارع محمد محمود مؤدي وزاره الداخليه وزاره الداخليه بتقع في شارع رحاب شارع الشيخ رحاب يعني انا عايز برضو تعليق من الاستاذ حامد على ال 25 حزب وحركه سياسيه سياده اللي هو عبد اللطيف الجنوبي بيقول فين الاحزاب وفين دورها ففي خبر في جريده على القرصايه او جزيره القرصايه طبعا على القرصايه طيب في خبر 25 حزب وحركه سياسيه تطالب باقاله حكومه قنديل اعفاء وزير الداخليه من منصبه هل ما يحدث ده استدعي ان الوزاره بالكامل تقال الاجراء ده هو الحقيقه الوضع العام كله في مصر مستحيل يا مش اقاله الوزاره تفكر في كيفيه وضع مليات عمل الفترة القادمة لتلافي كل الأخطاء التي تمر بها في المرحلة الانتقالية. لأن الثورة حتى هذه اللحظة مستمرة. مستمرة متجددة والمطالب لم يتم تحققها وبالتالي قالت الوزارة البديل هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتحفظ وطني نحط 500,000 خط. لأنه مستحيل أن ينهض بمفرده أو جماعة بعينها
بكل المشكلات اللي بتمر بيها مصر الان، سواء من ناحيه عاطفيه او من ناحيه اجتماعيه او من ناحيه اقتصاديه او حتى من الناحيه الامنيه، لابد تشارك الجميع في حمل او في الحمل الذي تركه لنا الامام السابق وهو ثقيل جدا. ده ارث. طب نتخلص منه ازاي؟ لانه اكتشفنا في النهايه انه ما سمعناه في فتره الانتخابات سواء مجلس الشعب او الرئاسه بانه الغالبيه التي منها الرئيس الان عندها من الكفاءات ما هو يملا السماء صافي، واكتشفنا فجاه انه هذا الامر غير صحيح، فاضطر في الاخر انه يعني على دولاب القديم ومنح الثوار تماما عن تحمل مسؤولياتهم يشعروا بها وينهضوا ايضا بعبء المسؤوليه. ولذلك لابد من اقاله الوزاره بكاملها وتشكيل حكومه انقاذ وطني، لابد من فقط على تكرار النموذج، لابد من اقاله الوزاره. ولكن بعد الفاصل هرجع لكم برأي خبر، يعني هو في خبر لقيادي إخواني حول موضوع هذا، يعني اللي هو هل في حركة تغييرات في الوزارة ولا بعد هذا الفصل.